السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد السلام صالح وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناة عالمكم. في فيديو اليوم أصدقائي رح نتعلم كيف نصمم 4 خيارات إنفوغراف متحركة في برنامج باوربوينت. وقبل ما نبدأ بفيديو اليوم يا أصدقائي، لا تنسوا تحطوا لايك لهذا الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل شيء جديد. وطبعا أصدقائي، تم إطلاق العديد من الدورات التدريبية على موقع عالمكم، رابط الموقع رح يكون بوصف هذا الفيديو. في بداية أصدقائي رح نلون الخلفية، فرح ننقل باليمين ضمن مساحة العمل تنسيق الخلفية تعبئة متدرجة، رح نختارها من لونين. طبعا أنا هون حاط لكم الألوان، عنا هذا اللون الأول وعنا هون اللون الثاني. من الاتجاه رح نختاره وليكن هذا الاتجاه. رح نتوجه لأصدقائي لإدراج، ومن أشكال رح نختار هذا الشكل، رح نرسمه بهذا المكان من المحاذاة، محاذاة إلى الوسط ومحاذاة إلى المنتصف. الارتفاع رح ناخده 6.38 والعرض رح ناخده 4.69. هاي الرسمة رح نحطها بهذا المكان، رح نعكس بهذا الشكل. عنا هون نقط صفر رح نقوم بسحبه للأخير بهذا الشكل، رح يعطينا هذا الشكل. هذا الشكل أصدقائي رح نقوم بتكراره بالضغط على كنترول وسحبه، والارتفاع رح نحطه 4.58 والعرض رح نحطه كمان 4.58 ورح نحطه بهذا المكان بهذا الشكل أصدقائي. هذا الشكل كمان رح نكرره مرة تانية بالضغط على كنترول وسحبه، والارتفاع رح نحطه 4.28 والعرض كمان رح نحطه 4.28 رح نحطه بهذا المكان وهذا الشكل كمان رح نكرر بالضغط على كنترول وسحبه، ونتلثيق الشكل. ارتفاع رح نحطه 3.92 والعرض كمان رح نحطه 3.92 ورح نحطه بهذا المكان. هلا أصدقائي رح نتوجه إلى قائمة إدراج، ومن أشكال دائرة رح نرسم دائرة بهذا المكان. الارتفاع رح نحطه 2.22 والعرض رح نحطه كمان 2.22 ورح نحطه بهذا المكان. هاي الدائرة رح نكرر بضغط على Ctrl D ونطابق الدائرتين فوق بعض. الدائرة العلوية رح نصغرها شوي بهذا الشكل بحيث انه يطلع الارتفاع 1.86 والعرض كمان رح نحطه 1.86. طبعا أصدقائي لهون بيكون خلصنا رسم الشكل، رح نسحبه لهون. وهلا رح نقوم أصدقائي بالتعبئة، رح نحدد هذا الشكل ورح نقر عليه باليمين من تنسيق الشكل تعبئة، رح نختار تعبئة متدرجة. اللون الأول رح نختاره بهذا اللون، واللون الثاني رح نختاره باللون الأبيض. رح نحط له إطار بتعبئة متدرجة، رح نختاره من لونين. اللون الأول رح نختاره بهذا اللون، واللون الثاني رح نختاره باللون هذا. رح نزود الإطار شوي أو سماكة الإطار شوي، رح نقرب بحيث يصير معنا بهذا الشكل. الاتجاه للستروك أو الإطار رح ناخده بهذا الاتجاه بهذا الشكل أصدقائي. الشكل الثاني رح ناخده كمان تعبئة متدرجة، اللون الأول رح نختاره بهذا اللون واللون الثاني رح نختاره بهذا اللون. والشكل الأول أصدقائي رح ناخده من تأثيرات ظل، رح ناخده وليكن هذا النمط. الشكل هذا رح ناخده تعبئة متدرجة كما من لونين، اللون الأول رح نختاره بهذا اللون واللون الثاني رح ناخده تعبئة بهذا اللون. وخلينا هذا الشكل كمان نحطه بدون إطار ونحط له ظل من تأثيرات ظل بهذا الشكل. زود الضبابية شوي. هذا الشكل كمان رح نختار التعبئة متدرجة من لونين ورح ناخذهم بنفس الألوان. عن هاي الدائرة كمان رح ناخذ تعبئة متدرجة من هدول الألوان، ولكن الاتجاه رح نغيره بهذا الشكل. الدائرة اللي بالخلفية رح ناخذها بتعبئة من هذا اللون. فأول شيء نحدد الشكل، بعدين نجي على الدائرة تعبئة متدرجة ورح تاخذ اللون. رح نحددهم كلهم ما عدا هذا الشكل ونحطهم بدون إطار.
ليش ما عاد هذا الشكل؟ لأنه هذا الشكل نحن حطينا له إطار مثل ما نكون شايفين. تمام؟ رح نحدد هلا هدول الأشكال، رح نقر عليهم باليمين ورح نعطيهم تجميع. رح أكرر هذا الشكل 4 مرات بالضغط على Ctrl Shift وسحبه. هذا الشكل اللي كنا حطه بهذا المكان. ضبط المحاذاة هلا. بعد رح أحدد الأربع أشكال من ترتيب محاذاة توزيع أفقي، ورح أقر عليهم باليمين ورح أعطيهم تجميع، ورح تجي إلى ترتيب محاذاة محاذاة إلى الوسط، رح نزله لتحت بهذا الشكل، رح أقر عليهم باليمين ورح أعطيهم فك التجميع. هلا أصدقائي وأنا محدد الأربع أشكال رح تجي إلى تأثيرات ورح أحط لهم إنعكاس، ولكن رح أختار الإنعكاس بهذا الشكل. رح نزود الضبابية شوي والمسافة شوي والشفافية بهذا الشكل. هلا رح نقوم بتغيير الألوان. رح نحدد الشكل الأول هاد، رح ناخذ هذا اللون تعبئة بهذا اللون، اللون الثاني رح نقوم كمان بتغييره. الشكل الثالث كمان رح نقوم بتغيير الألوان، رح نحدد اللون الأول رح ناخذه تعبئة بهذا اللون، واللون الثاني رح ناخذه تعبئة بهذا اللون. آخر شكل معنا أو الشكل الرابع رح ناخذه كمان تعبئة بهذا اللون، واللون الثاني رح نختاره تعبئة بهذا اللون. بهذا الشكل أصدقائي بيكون لوننا الأشكال معنا. راح أتوجه إلى شريحة أنا قمت بتجهيزها من قبل، راح أخذ العنوان مع الأرقام مع النصوص مع الأيقونات، راح أخذهم Ctrl C و Ctrl V بالشريحة. هلا راح أقوم فقط بالترتيب. العنوان راح أحطه باللون الأبيض، عنا هون الأرقام راح أقوم بتزويد محلهم كما راح أخذهم باللون الأبيض بهذا الشكل. تمام أصدقائي، بهذا الشكل بيكون خلصنا رسمتنا لليوم. رح نحذف الألوان، طبعا الألوان موجودة معي في شريحة لحال. هلأ أصدقائي رح نقوم بعمل إنيميشن وتحريك للإنفوغرافي اللي قمنا برسمه. فرح نتوجه إلى قائمة حركات، رح نحدد العنوان ورح ناخده عائم للداخل. من خيارات البدء رح ناخده مع السابق، بحيث أول ما بنفتح الشريحة مباشرة تبلش تحريك. رح نحدد الشكل الأول، رح ناخده نمو وتحريك بهذا الشكل، رح نحطه مع السابق. رح نحدد الرقم مع الأيقونة مع النص مع التايتل رقم 1، ورح نختارهم تضاؤل، ورح نختارهم مع السابق ما عدا رقم 1 رح نحطه بعد السابق. خلينا نفعل جزء الحركة ونشوف كيف الحركات رح يطلعوا معنا. هذا الشكل طبعا هون رح ناخده نسخة الحركة على هذا الشكل ورح نختاره مع السابق، فرح هذا الشكل رح يطلع مع الأرقام. يعني في البداية رح يطلع هذا الشكل، وإذا بتطلع الرقم مع الأيقونات والنصوص يطلع الشكل الثاني، ونفس الطريقة على الأشكال اللي بعده. فرح نحدد الرقم 2 مع الأيقونة والنص مع التايتل 2 تضاؤل مع السابق. رقم 2 رح نحطه بعد السابق بهذا الشكل. ناخد نسخة الحركة على هذا الشكل نفس الطريقة على باقي النصوص والأيقونات. خلينا نشغل شريحتنا أصدقائي ونشوف الحركة شلون راح تصير. ولهون أصدقائي بيكون خلصنا رسمتنا اليوم. إن شاء الله تكون ألالت إعجابكم. لا تنسوا تحطوا لايك لهذا الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل شيء جديد. كان معكم عبد السلام صالح من قناة عالمكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.